كابتن عبد الحليم، يعني كابتن حماده اتكلم ان جوزيه جوميز متعود ان هو بيعمل التحضير من الخط الخلفي وبيستحوذ في نص ملعبه الى ان يصل للكوره في نص ملعب المنافس. نهضة بركان على العكس يمكن بيشتغل الكرات الطوليه على طول على المهاجم بول باسين وبيبتدي يشتغل الناحيه الهجوميه بتاعته في نص ملعب المنافس. هل جوزيه جوميز يعمل كده النهارده في ظل الاندفاع الهجومي اللي هنلاقيه والضغط العالي اللي هنلاقيه من نهضة بركان في بدايه المباراه، ولا هيعتمد برضه على نفس اسلوبه في التحضير والبدايه من الخلف؟ اتمنى انه يحضر من تحت، والتحضير من تحت بيديك الاستحواذ، بيديك الثقه، بيسمح لك انك يبقى فيه ثغرات في 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 للخصم. اتمنى ان هو يبتدي من تحت، انما المباراه النهارده مش هتسمح لك بالكلام ده من وجهه نظري. الناس دي هتبتدي في ملعبها كنس شويه، هيضغطوك من قدام، الملعب مختلف هناك والمغرب مختلفه، نقول احنا كلامه وهنلاقي اجواء مختلفه اول لما تبدا المباراه. فبالتالي في اجواء وظروف هتجبرك انك انت ما تعرفش تبدا من تحت، هتلاقي في ضغط امامي، هتلاقي في كثافه عدديه قدامك يا صبري. فبالتالي دي بقى هنا بترجع لذكاء اللعيبه وذكاء المدير الفني. وقت ما انا ببتدي من تحت واحس ان في كثافه واحس ان في مشاكل عندي في الجزء اللي انا بحضر فيه، ما فيش مشكله ان العب الطويله. النهارده لو انا من وجهه نظري مفاتيح الفوز النهارده هتبقى في الجبهات وفي نص الملعب. لو انا قدرت اتعامل معاها على في الحته الدفاعيه والحته الهجوميه، اعتقد ان احنا بفضل ربنا هنتفوق بنسبه كبيره النهارده. لو قدرت انا في نص الملعب اكثف بشكل جيد واستخلص واستحوذ، اعتقد برضو انها هتفرق معاك بنسبه كبيره. النهارده في الحته الهجوميه هم بيعتمدوا على الاطراف، فالنهارده لو انت قدرت احمد سيزيز واحمد حمدي اللي شكله كده او المقنع ان هو هيبدا ناحيه الشمال، سامسون مش هيعرف يلعب الحته اللي ناحيه الشمال دي. فاعتقد ان احمد حمدي وفتوح عليهم دور كبير جدا النهارده مع الميل اللي هيعمله اذا كان دونجا او محمد شحاته. الناحيه الثانيه عمر جابر واحمد سيد زيزو وشحاته او دونجا برضو عليهم دور كبير جدا النهارده. في نص الملعب دونجا ومحمد شحاته هم اللعب النهارده هيكون في نص الملعب وهيكون على الاطراف. لو انت قدرت ان انت تقفل المساحات دي اعتقد ان انت هتقفل لهم مفاتيح اللعب. لو انت قدرت تستحوذ في نص الملعب اعتقد برضو ان انت هتقفل وهتسهل على نفسك الملعب، هيبتدوا يندفعوا من وجهه نظري هناك في الملعب بتاعهم وهتبتدي الثغرات. فربنا يوفق ان شاء الله كده ويكون التركيز عالي لعيبه الزمالك وجهاز الفني النهارده.